سلام لاباس عليك. بالنسبه للثمن دابا على حساب هادشي ديال العيد شويه زايد بالنسبه للبهايم تنايا شويه زايدين، حتى اصلا تنين قلال. وبالنسبه لسنان الحليب راه شويه بين وبين، هذا هو اللي كاين. قربك شويه من الثمن بالنسبه لهاد الجوج، ها هما اللي من هنا الثمن ديالهم 500,000، 1,050,000 لواحد، واحد رباعي وواحد ثني. وبالنسبه لهذاك اللي من لهيه راه هو اللي شاد عليه 180، والاخر اللي من لهيه 1,000,000، داك الصفر اللي من لهيه، وهذاك راه 1,020,000 اللي من لهيه كاع. زايد شويه الثمن، حيت اصلا العلف غالي. العلف شويه غالي، الشمندر كنا تناخذوه ب 2,800 الخيشه ولا ب 6,000 ريال، زايد بزاف. ماشي تقريبا داكشي النص بالنص، قضيه ناقصه هذا العام. ناقصه حتى في الزرع، جا داكشي قليل. الباله ديال التبن كنا تناخذوها ب 10 دراهم، هذا العام دايره 30 درهم. وبالنسبه لهذاك الفوراج اللي كنحشو هذاك الخرطال كنا داير 40 درهم الباله، دابا داير 70 درهم. كلشي غالي، حيت لا نقص العلف غادي نقصوا البهايم في الثمن. بالنسبه للعلف زايد، من حد العلف زايد والبهايم زايدين في الثمن. سي براه بارك الثمن كاين، ولي المشكل هو ديال العلف. العلف فيه الثمن بزاف زايد، بالنسبه للفلاح راه مضرور، ما واخا راه غادي هكاك صابر وصافي. شحال كان بكري ب 4,000 ريال القنطار، دابا ولا ب 10,000 ريال الشمندر. النخالات هي بحال داكشي، ثمن واحد. السيكاليم حتى هو كذلك. المهم كل ولا داك الثمن اللي قلت لك 10,000 ريال ولا القنطار. ارتفعت 100%. والكساب والفلاح راه ضروريين شويه بالنسبه للجفاف. قلت يا سيدي هادشي اللي واقع، رانا فوق 20 عام وانا في السوق، اكثر من 20 عام. البقر اخويا راه حتى هو غالي، ولكن اللي يجعل البقر غالي هو الاعلاف. الثمن ديال الاعلاف راه طالع بزاف. الاعلاف اخويا راه الثمن راه تزاد نص بالنص. كان القنطار كنا تنديوه ب 5,000 6,000، دابا ولينا تنديوه ب 10,000 10,000 ونص. الدرا الاساس ديال العلف هو الاعلاف مركبه، السكاليم والدرا والشعير والشمندر والنخاله، هادو هما الاساس ديال العلف. النخاله دايره 130 درهم، والشمندر داير 10,000 10,000 ونص، اكثر من النص اللي مزيوده فيه، هو اللي يجعل الاسباب ديال الكسيبه غاليه. اكثر من عامين هادي باش دابا الاعلاف باش زايده، عامين باش من كورونا. والاحتياجات ديالنا هو العلف رخاص. شنو السبب ديال الكسيبه؟ هو العلف رخاص. 40 عام ولا 35 عام وانا في السوق، فهمتي، تنبيع ونشري. والكسيبه راها موجوده عندنا في المغرب، ماشي قليله. وشنو اللي غلى الشغل؟ العلف هو اللي غلى الشغل. شوف العلف هو اللي غلى الشغل. كون نقصوا لنا شويه من العلف غادي ينقص شويه الثمن ديال الكسيبه، ولكن هو ما حد العلف غالي، الكسيبه راه غاليه. التنيه موجوده موسى، التنيه قليله شويه ولكن الثمن ديالها مناسب. بغيتي حاجه مزيانه 7,000 درهم 8,000 درهم ولا كانت على حسب المستطاع ديالك. كاينه حتى 140، كاينه 150، كاينه 130. المهم اللي ما تيعرفوش يشريو يهودو قصدوا الديور، هذاك الشيء اللي كاين. اللي ما تيعرفش يشري ما يجيش للسوق، هذاك الشيء قصد الماحل، هذاك الشيء اللي كاين. كاين دابا الفرق ما بين بيع وشري وما بين السمسار. بيع وشري راه فيه الرحمه على السمسار. بيع وشري اللي شري بهيمه راه غادي يدي معاك 150 درهم 200 درهم كاع 100 درهم. النقطة اللي بغيت الناس يعرفوها هي كاينين شي ناس سماسيرة، فهمتيني، تيشد انسان كيدقوا في 2000 درهم 3,000 درهم، هذه راه واخدين الناس غلط. بيع وشري راه ماشي هما السماسري، بيع وشري هما اللي محركين الاقتصاد ديال السوق باش ما يمشيش. والانسان نوصيكم واحد الوصيه، اللي بغى يجي السوق يتقدى يشوف راجل اللي يبان ليه بعقله ومعقول. اما ديك قوت
قوت بنادم خويا شنو خاصك، وهذا يعرف بان القضيه راه فيها اهمال.